الحقيقة هنالك يعني إحصائيتين، إحصائية متوقعة من الحكومة المحلية هنا في البصرة، وهذه الإحصائية يعني تتجاوز المليونين زار تم دخولهم إلى محافظة البصرة عن طريق منفذ الشلامسة وأيضا عن طريق منفذ صفوان. لكن الحقيقة هنالك إحصائية رسمية من قبل هيئة المناطق الحدودية تقول بأن العدد تجاوز المليون زار من منفذ الشلامسة فقط، ويعني هنالك يعني منفذ صفوان لم يضاف إلى هذا العدد. يعني هذا بالجانب الإحصائية. من الجانب الآخر هنالك حقيقة أعداد قليلة بقيت يعني تدخل إلى محافظة البصرة، باعتبار أن هنالك منهم يعني مشغولون وليس لديهم القدرة أن يبقون في العراق لأكثر من 3 أو 4 أيام، لذلك هم يأتون إلى العراق متأخرين من دول المجاورة ليؤدوا زيارة ومن ثم يعودون يعني إلى بلادهم. لذلك نجد بأن هنالك عدد قليل في هذه الأيام يدخلون إلى محافظة البصرة من منفذي الشلامتة وأيضا منفذ صفوان مع دولة